إذا غمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء، فهل يكون غصا شرعيا؟ أين علي؟ إذا غمس الرجل في الماء أيوة. أو أفرغ الماء على جميع بدنه أيوة. ولم يتخلله وضوء، فهل يكون غصا شرعيا؟ أرجاك يا شيخ نسيت ذاك المحل وهذا صوته مش مناسب سامحنا. إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم الجواب لا، الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت فيه القدم وكان جنوبا فخرج وقد أصاب الماء جميع بدنه، هل يخرج طاهرا يصلي؟ قالوا يجوز لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة، التفريق بين المقاصد والوسائل، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل، الغسل وسيلة فيصح. نعم يا أستاذ معذورة. الذي انغمس في الماء أو أفرغ عليه نعم. انتبهت للصورة الذي قدمتها لك عن الحنفية؟ هل هي هذه ولا تختلف هذه عن تلك؟ هي نفسها، ولكن هم بعضهم يستدل كيف؟ في الرجل الذي أصابته جنابة وقال ثم تيسر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال أفرغه على نفسك ولم يذكر الوضوء، فقالوا أن هذا فيه دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا. أنت تعيد السؤال. نعم، لكن أنا أسأل سؤالا استيضاحيا، هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية؟ لا ما يختلف. لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف، ولذلك فأنا سأقول شيئا. مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية، ففي مثالك أنت منفي النية أيضا ولا موجودة؟ موجودة النية. إذن ليست كهذه، تختلف تماما. إذن المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال غسل الجنابة ولم يتوضأ، يجزيه ذلك أم لا؟ أليس هكذا السؤال؟ بلى. الجواب نعم، لأن في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال عليه السلام أما أنا فأفيض على رأسي 3 حثيات فإذا أنا طاهر، فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه، فالوضوء المسنون الكامل هو بتقديم فالغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل، لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة، وهذا جواب ما سألت عنه.